ازيكم عاملين ايه؟ معاكم عمر عبد الرؤوف، فيديو جديد. فيديو النهارده معانا ابي يوسف ابو الانوار. طبعا اول مره اسمع ابو الانوار النهارده. اوكي، طبعا من الواضح ان هو ما فيش فيديو كليب ليها. اوكي، واحمد سانتا كي او، اسم الاغنيه كي او. اوكي، وفي واحد معاهم اسمه الليل بابا. انا الاسم ده شفته قبل كده، كان في اغنيه عملتها عليها رياكت تقريبا، الليل بابا، مش فاكر بصراحه. ما علينا، خلينا نشوف الأغنية دي بتتكلم عن ايه. في تلاتة، مش واحد. اوكي، والفيديو ده 4 دقايق وشوية، فخلينا نخش على طول. اوكي، مكتوب مكسيكو لبابا كيو. اوكي، خلينا نخش على طول على الفيديو. يلا ليتس جو. ها البيج اتعود وصدق. ابي هو اسمه ابي يوسف ولا ابي يوسف؟ عشان في واحد كتب لي صلح لي الكلام ده، فعرفوني برضو اسمه ابي يوسف ولا ابي يوسف. ما علينا، خلينا نكمل. ليقول العو وصل وانا بشرب دم الضباعه في البركه بعاوم قصب وانا بامرك بالبنت قصدك. ليقول العو وصل وانا بشرب دم الضباعه في البركه بعاوم قصب وانا بامرك بالبنت مع جيت لي في مدينتي. ماليش اصلا نمضه ثابته واسمي مش حركاتي ستانت على البيت. مالك يا مروه وورد بلاي التزم الصمت على البيت. شنط على البيت انسايد في اي حته وجنط على البيت. بيتك شخص وحتى انت التزم الصمت على البيت. شنط على البيت انسايد في اي حته وجنط على البيت. بيتك شخص وحتى انت احتقنت على البيت. الشات الحك بيظبطها لايف ما حدش بيشوفها كليا. اي بيف معايا حفرة حد تدخلها ما تطلعش سليم او ما تطلعش من اساسه. شف في مين وطوح من شاكه بشماله وما تطلعش كلك شد من سبليف رعد كله. الصراحة مش هكذب عمرنا ما زي بعض كنا. ما انتش جاي بتاتا ما انكش زي سفاجة جاية مني انا وميمو زانتا في اي سفالة. ما اجيب لكش غير البلا ما ردش على النكش غير بالغبا. انت كيس بس ما لكش غير في السبت. كارت لا يؤتمن بالنسبة لي جاب واتحرق. فش منتنا كان جامد زمان بس دلوقتي في غرق. كينج دادي على وطن بالنسبه لي جابوا اتحرق. فرنش مونتانا كان جامد زمان. فرنش مونتانا اوكي تمام بس دلوقتي في غرق. كينج دادي فرنش مونتانا ده المغني. ثواني تمن بالنسبه لي جابوا اتحرق. فرنش مونتانا كان جامد زمان بس دلوقتي في غرق. كينج دادي على وش الهلا في تلاتش اقلام نقص بين كل عارف انا طالع بالماتش بكام. كافضة وشله نعمل كارتيلا من سنان قدامي سين سنالكو ننزل على البيت بدالكو. عارف لو اتمادى على البيت هيتدبح. روح كسح بربروزه بتاعك ده وحس انك شبح. ركز في اختيار البيت وتطليع الكي وتدوس على وش اي بروديوسر قبل كده عمل لك بيت ابيض عش ندوس على وش اي في اختيار البيت وتطليع الكي وتدوس على وش اي بروديوسر قبل كده عمل لك بيت ابيض قبل كده عمل لك بيت على الشباب سكالانس. هلمع المجال واجيب جالانس ملمع هاوز جالانس ملمع الكلام واجيب بالانس. عاجبني الشرح مع اننا كلنا عارفين بس بالانس. هلمع المجال واجيب جالانس ملمع هاوز الكلام واجيب بالانس ميزان ماسك بندقيه بالانس ميزان. قال واجيب جالانس ملمع هوزن الكلام واجيب بالانس ميزان ماسك بندقيه وهات يا قنص. اصل الازازه في ايدي اكني ماسك رمل. بدقدق انا اخصامي وبحبس بشوب تمر. حلوه فشخ يا بيبي بس بلاش فعل عمر. هنقضي ليله احلى لو معانا حبه خمر. نور بطل تتكلم عن البنات في التركات مش بتقدر بعلم اسم. نور بطل تتكلم عن البنات في التركات. نور مين؟ ابو الانوار قصدك؟ انا معرفش. اوكي، انا معرفش، انا لسه جديد. اوكي، لو انت اول مره تتفرج عليا انا يعني ما كنتش بسمع عربي وابتديت اسمع عربي. اوكي، فانا مش عارف هو بيتكلم عن مين ومعرفش ايه اللي بيحصل. اوكي، فهو بيتكلم عن مين؟ اسمي بقى لك حبه خمر. نور بطلت تتكلم عن البنات في التراكات مش بتقدر. هو ابي يوسف اسمه نور، اسف بعلم اسمي يبقى لك كله فات. انت زي كرسي جلد بخرمك زي روكات. مش كرييت في الشباب دي فبنديهم بلوكات. فهمتوا حاجة؟ لا طبعا، احنا بنكلم نفسنا. فهمتوا حاجة؟ لا طبعا، صدقني فعلا مش فاهم حاجة. لو شفتك هتو مش فاهم ايه هو في ايه. جاب فرنش مونتانا وبعد كده مش عارف
وسيتك عشان هخلص وطنك تبتو حاجة. لو طبعا احنا بنكلم نفسنا لو شفتك هتوسيتك عشان هخلص وطنك. بصينا للشباب فالشباب ديت ما ملعنا. بعمل راب سعيد بس في الأولد بعمل نمر اه وانا لسه ثابت على المبدأ. بص لما بنزل على البيت بص اما ببدأ بص على لبس الشيك. انا ما سمعتش اي حد فيهم غير ابي يوسف لحد دلوقتي. او هو في تغير تقريبا الصوت ولا انا مش واخد بالي ولا في بالظبط. بص جوردن زي الجامده حسابي في البنك مقدر لكني من ايرلندا هد من هولندا بيتش من بولندا حاجه تشر برا عشان كان في مكسيكو في المكتوب في تحت الفيديو مكسيكو. اوكي جامده حسابي في البنك مقدر لكني من ايرلندا هد من هولندا بيتش من بولندا حاجه تشرف. وانت بيتش من بولندا حاجه تشرف زي بيتش وزي تشرف. بسم الله مش مقدر لكني من ايرلندا هد من هولندا بيتش من بولندا حاجه تشرف. وانت بسم الله ما شاء الله بس حاجه تقرف. بعمل فن طبعا حتى لو شارب ومخرف. ثواني هو ده ديستراك ولا ايه؟ لاني كان مذكور تقريبا في ديستراك انا سمعته قبل كده كي او كان تقريبا احمد سانتا هو اللي ذكره تقريبا لما كان بيدس بيها تقريبا عفروت تقريبا انا مش متاكد. اوكي بخلص الكلام ابو الانوار جاي يتصرف راكب ناقد البيت هات الناقد دي انا صاخب شديد. ابو الانوار جاي يتصرف راكب ناقد البيت هات الناقد دي انا راكب ناقد بالبيت صاخب ناقة يعني يقصد الجمل صح. وفي نفس الوقت ناقة عشان ممكن يكون هو يقصد بيها كده اللي هو يعني ناقة اللي هو معلينا. شديد انا حاطط اكيد لما محمد يعاملك يا بختك يا سعدك تهبل يزولك تقبل يناولك في الوش مش بنكش مش بننافق معلش ما نزملش دول خنافس ما فيكش ياض ما جيتش ماليش منافس كان معكم مش شاكوش مشاكل نص المخ ايد الرقص انا ماشي مفيد المنافس كان معكم مش شاكوش مشاكل نص المخ ايد الرقص انا ماشي مفيد. ده ابو الانوار ها مين ده جون المكسيكو عالسحاب الكربان تأكيد للطقس اكيد بقى جاشع الفرق كبير وشاسع برز النور في الدماغ مخي لاسع انت تابع بوم 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 فين المدافع مدك على الرجل رجلي فوشي لاسع انت تابع بوم 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 فين المدافع مدك على الرجل رجلي فوشك وانت واقع يلا انت فاكره جوه سر مبسوط عشان مسرت بس مالكش دور معانا لو ظهرت تكون انسر دي صرصره ربنا يديم القرف تدوق المر لما رب العرب اخوك سيطره قلتو وشفت دليك كاريرك شفت ممدوح فرج عالبيت صورتك في المنشيت سيبك خمسه تكون نشفت المقصود تكون نشرك شفت ممدوح فرج عالبيت صورتك في المنشيت سيبك خمسه تكون نشفت المقصود تكون نشفت متساوي بالاسفلت مهما تطلع اخرك زفت دايم اسفلت وزفت عشان الزفت الاسفلت من اوكي جيلك في المنام مقصود تكون نشفت متساوي بالاسفلت مهما تطلع اخرك زف دايم نجيلك في المنام تحط كومنت اديلك بالباقي البان زي الحلقه احنا نعلق في الودان انت طالع واكل نازل واكل بس في الكلام فكت يو فين الجاكيت يو اللي بالي بالك مخك مش بتاعك شت يا رياض زي الحيط بالي بالك مخك ايه هو انا الوحيد اللي مش فاهم ولا فين الجاكيت يو. عايز اقول لكم حاجه انا بعمل ايديت في حاجات بفهمها وانا بعمل ايديت وانا بسمع دلوقتي انا مش فاهم حاجه اوكي انا ما اعرفش ايه السبب بس فعلا لما باجي بعمل رياكت ببقى مش فاهم حرف يعني بس وانا بعمل ايديت اللي هو اوكي انا زي ما خدتش بالي بس انا فعلا دلوقتي انا مش عارف انا متاكد لما هاجي اعمل ايديت هفهم هو ايه اللي بيتقال مش فاهم انا انسان غريب اوكي انا انسان غريب ما علينا اللي بالي بالك مخك مش بتاعك شت يا رياض زي الحيط يعني الحته دي انا متاكد ان انا ممكن وانا بعمل ايديت هفهم مش عارف ليه انا حاسس كده وانا بعمل ايديت هفهم الحته دي بالذات لان انا عدتها مرتين دلوقتي اوكي لو عدتها تالت مره برضو مش هفهم مش عارف ليه فين الجاكيت يا اللي بالي بالك اللي بالي بالك مخك مش بتاعك شت يا رياض اللي بالي بالك اوكي مخك مش بتاعك شت مخك مش بتاعك شت يا رياض زي الحيطة واقف تحش وانا عد يا رضاد فتح شنطة عامل صفقة وانا بعد ريموت انتو عالم سمسم ابي عصابورة رعد مازن هيثم سيستم عد صفقة وانا بعد ريموت انتو عالم سمسم ابي عصاب ابيو 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 ابي يوسف
ابي يوسف اوكي اسمه ابيو اوكي على صبوره اوكي صوره رعد مازن هيثم سيستم عد كم اسطوره واضحه الصوره ميمو في المقصوره ملناش بدايل وانت كل يوم جروره نافوره فتحت احاسيس واتجرحت بس ان سطور بالسطور مش اسهل اكيد اتذبحت بدل ايو بقت كيو سنتياجو نايس بدل ايو كيو اوكي سكبرنا بيو ونبيو كاتب ايو كي اي اي انت الريو سكيما باللست اوه جابوا كي ريو اوكي واو على فكره كان عندنا كي ريو ف واو عشان كده مبتسم فشخ كبرنا بيو ونبيو كاتب ايو كي اي اي انت الري كي ريو اسم عربيه يا ابن اللعيبه ازاي ما علينا يو سكيما بالليستات كان بينه وانا ليو ليو تقريبا سيت سيت ليون مش ليو اوكي انا غلطت ده كان راكت مش فاهم حاجه وانا لما هعمل اديت هشوف اذا كنت انا فهمت حاجه ولا لا هبقى اكتب يعني انا لو فهمت هكتب لو ما فهمتش مش هكتب فتعرفوا من كده ان انا اذا كنت انا فهمت ولا ما فهمتش اوكي وانا مش فاهم هو ده ديستراك وبعدين انا سمعت ابيو اوكي يا رب اكون نطقت اسمه صح ابيو طبعا اللي بيغني ده مش عارف اذا كان احمد سانتا ولا ابو انوار لان احمد سانتا لحد دلوقتي انا مش قادر احدد الصوت لكن ابيو اوكي اقدر احدده مروان موسى اقدر احدد برضو صوته مين تاني مش فاكر مين تاني اقدر احدد صوته يعني ابتديت يعني اعرف اصواتهم لكن ابو الانوار انا طبعا اول مره اسمعه فمش عارف اذا كان هو غنى ولا لا مش عارف واحمد سانتا مش عارف مين مش عارف يا ريت لو حد يعرف يكتب لي الوقت يعني يعرفني كيف كومنت يقول لي من وقت كذا لكذا ده ابي يوسف ابيو يوسف اوكي وابو الانوار من وقت كذا لكذا واحمد سانتا من وقت كذا لكذا عشان اسمع برضو عشان اشوف واسمع اللي هو اوكي ده فلان وده فلان عشان فعلا انا ما اعرفش انا اللي اعرفه اللي غنى الاول هو ابي يوسف اوكي الباقي انا مش عارف مين فيهم اللي غنى ابو الانوار ولا احمد سانتا ما علينا كده ده كان رياكت يا رب يكون رياكت عجبكم واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد لوكال تشوس